التأكيد على هذه المسألة وهي مهمة، باعتبار أن هناك بند واحد يسمح له، فإذا وافق الجميع على أن يكون البند المتعلق بالروهينجا أيضا، هناك إلزام يترتب على الجميع بعدم تأييد أي بند طارئ آخر يمكن أن يعرض، حتى لا نفوت الفرصة بهذا الخصوص. إذن الدعوة تكون للدول السبعة مقدمة البند الطارئ للاجتماع لغرض إعداد الصياغة النهائية التي يمكن تقديمها بهذا الجانب. القضية الثانية التي تم عرضها المتعلقة برئاسة الاتحاد الآيدي، اتحاد البرلمان الدولي، وكما تعلمون والسياق المتبع أن هناك مرشحين من الأوروغواي ومن المكسيك، فمن المهم جدا أيضا أن تمضي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدعم مرشح واحد، ولا بأس من التنسيق أيضا مع المجاميع الأخرى العربية الآسيوية الأفريقية. ما تم عرضه هو مشاركة الدول السبعة في الصياغة لمن يرغب منهم بالمشاركة، ومن يتولى عملية التنسيق. طرح الآن الممثل بنغلاديش باعتبارات ذكرت، وطرحت الممثلة السيدة رئيسة البرلمان الإمارات العربية المتحدة باعتبارها حلقة وصل مع البرلمان العربي. ما تم ذكره باعتبار الشخص المعتمد لرئاسة الاي تي يو أن يكون شخص واحد يتم عرضه بعد أن فوضتم والجميع يتم التصويت له وتأييده. هل تؤيدون ذلك؟ نعم.